السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في معن رشاد. بضع مواضيع. أولا أعتذر عن الغياب، كما قال لك للأسف قطر وتركيا ما حولوناش الأموال، دونك كان خصنا نخدموا على شرنا وعلى أولادنا كما قال لك. هذا كان المزاح. النقطة الثانية، عندي بعض التعليقات، يجوني بعض التعليقات لما ندير مثلا لايفات حول بعض المؤشرات الاقتصادية للجزائر ونقارنها ببعض مؤشرات دول أخرى. الناس يسألوا بكثرة عن الحلول. أولا هذه الحصص هي خاصة لإعطاء معلومات لمتتبعينا، نبينوا أن هذا النظام بصراحة يكذب على الجزائريين، أنه يفبرك أرقام وهمية، أنه يعطي للشعب الجزائري صورة للجزائر اللي ماشي هي الصورة الحقيقية. على بالنا وعلى بالكم باللي الجزائر وضعها كارثي على كل المستويات، ماشي غير المستوى الاقتصادي فقط. ولكن واش حبيت نقول، ان لا يمكن ان يكون فيه حلول اقتصادية ان لم يكن فيه حل سياسي. ما يمكنش انك دير دي ريفورم في الجزائر ان لم يكنش عندك نظام شرعي. ما تقدرش تحارب الفساد إن لم يكن لك نظام شرعي. ما تقدرش تنهض بالاقتصاد الجزائري إن لم يكن لك نظام شرعي. وما يقدرش الجزائر تدير قفزة نوعية في كل المستويات في ظل نظام غير شرعي. وهذا النظام برهن منذ 1962 على فشله الذريع في تسيير شؤون البلاد. من الأكاذيب سمعت تبون يقول أن مداخيل، كي قلت تبعت النص يعني باش نكون صريح معكم، كان شاق باش نتبعوا، مستوى دنيء جدا، لا يكمل الجمل هكذا وكذا. وإن شاء الله إن شاء الله يعني سياسة الأماني. وقال تبون قال الجزائر عندها 25 مليار عائدة البترول و25 مليار عائدة الزراعة، والحمد لله. فحبيت نشوف بعض الأرقام تاع المنتوج الزراعي الجزائري. هنا نشوفوا مثلا، عفوا، ان باش نكونوا منصفين حتى ولو ان هذه الارقام مضخمه. علاش مضخمه؟ لان واش نشوفوا في الواقع، واش نشوفوا في الارقام، انها مثلا يقولوا باللي المنتوج تاع القمح يكفي هذاك، ما تذكرنيش اسمه، في 2017 قال باللي الجزائر سوف يكون عندها اكتفاء ذاتي من القمح. ونشوفوا ان في الجزائر اليوم الى يومنا هذا تم شراء تقريبا ما يعادل اظن 400 ولا 500 الف طن من القمح. الجزائر للذكر تستورد تقريبا 3 ملايين طن من القمح سنويا. فيضخموا الامور. انا شخصيا كنت نعرف واحد يخدم في مدير تاع البنك الفلاحي، قال لي يعني في لما يكون فيه اون ريونيون تاع المينيستر مع هادو لي ديريكتور سونترو، مثلا واحد يقول له انا فحنا مستغنم عندنا انتاج تاع 200 الف قنطار، اي والاخر هذاك تاع
تاع مستر غانم يقول لها هذا قال 200 الف انا خاصني نقول 300 الف ويقعد يسجلوا. وهي في حقيقه الامر غير واحد غير باش الاخر ما يقولش علاش انت تنجز اقل. في نهايه المطاف يكملوا باللي الجزائر هي اكبر منتج للقمح وهي في الواقع بانت جد تقريبا ولا شيء. على كل حال ما يهمناش، حتى ولو ان فيه تضخيم للارقام، المنتوج الزراعي في الجزائر في ما بين 2001 و2019 ارتفع ارتفاع محسوس. كنا في 2001 تقريبا ننتج 4 ملاير تقريبا 5 ملاير دولار من المنتوجات الزراعية، واليوم تقريبا ننتج 27 مليار و250 مليون دولار من المنتوجات الزراعية. ولكن هنا تبون يقول احنا عائدات الزراعة 25 مليار، وهنا فيه خلط ان لم نقل كذب، لان هذه الغلطة نقول المرة الاولى قالها، قال لك احنا عائدات الزراعة 25 مليار. معليش قلنا المرة الاولى غلط المساعدين ديالو دوك يقولوا له راك غلط يا ودي، من العائدات تاع الزراعة ما تجيش 25 مليار. يعني كاين فرق ما بين تنتج 27 مليار لان حين التضخيم نقولوا 25 مليار باش نبسطوا الامور، والعائدات 25 مليار. يعني اذا العائدات تاع الزراعه هي 25 مليار، يعني ان جل المنتوج الزراعي في الجزائر يصدر الى الخارج. تسمى الجزائري ما يلقى والو، لانه اذا انت نتجت 25 مليار وبعت 25 مليار للخارج، ملا كامل المنتوج ديالك يصدر، يعني الشعب تاعك يموت بالجوع، وهذا غير صحيح. على بالنا بلي هذا غير صحيح. فما هو تصدير الجزائر من المنتوجات الزراعيه، وشحال المنتوجات الزراعيه تجيب للجزائر؟ صادرات المنتوجات الزراعيه في الجزائر، هنا عطيت لكم من 1968 الى 2017 ذروة تصديرات الجزائر من المنتوجات الزراعية. وهذا واش تمد الحكومة الجزائرية المعلومات للIMF البنك الدولي، ذروتها تحققت في 2013 ب 400 مليون دولار. يعني لما الجزائر حققت ذروتها من تصدير المنتوجات الزراعية ما تعداتش 400 مليون دولار. وهذا تبون المعين واللي جابوه العسكر يقول لك عائداتنا من الزراعة 25 مليار دولار. فهنا نشوفوا ان هذا، وهنا حقيقة تناقض كبير. في الفيديو يتكلم على أخلاقة السياسة في الجزائر، وخاصنا نعتمد منظومة جديدة إلى آخره. كيفاش تقدر تدير أخلاق وانت تكذب على الشعب الجزائري وانت تعرف باللي أن الزراعة في الجزائر ما تجيب لكش عائدة 25 مليار، ما تجيب لكش حتى الجباية؟ على بالنا باللي الزراعة في الجزائر هذي إكزوني غي دامبو، اللي عنده كارت تاع الفلاح ما يخلص والو لي زامبو، يعني ما حتى الجباية ما تجيب لكش، التي في او ما تجيبلكش، يعني ما تجيبلك والو، يعني الخزائن دولة تقريبا ما تجيب والو الا اللي يدير تحويل لاندستري تاع ترانسفورماسيون اللي مش نعرف انا الطوماطيش يرجعها كونسيرف يبيعها، ومن بعد عندك تي في وعندك لي بي اس الى اخره الى اخره. ولكن في الزراعه في حد ذاتها منتوج ما يجيب والو كجبايه في الجزائر، اي سون اكزونيري دامبو ما يخلصوش. ويجي للمرة الثانية يكذب على الجزائريين ويهضر لك على أخلاقة السياسة في الجزائر. كيفاش حبيت انت تنهض بجزائر ولا الناس تثق فيك وانت تكذب؟ تكذب علنا والأرقام موجودة، بالك في 62 و 64 بالك كنتو تكذبوا على الشعب، ما تقدرش تكذب على الشعب، معلومات انتوما راكم تمدوهم للمنظمات الدولية، هذه لاماف والواماس إلى آخره إلى آخره، انتوما راكم تمدوا الأرقام وتكذب على روحك.
ولما يقول حتى 25 مليار دولار تاع مداخل تاع البترول في الجزائر، 25 مليار هذاك واش تبيع بصح الجبايه ديالها؟ ماشي نفس الشيء. خاصك تخلص العمال، خاصك تخلص لي كونتراكتون اللي يخدم لك البترول، خاصه الشركات الاجنبيه، خاصك تخرج تخلص لا بياس دو روشونج، خاصك تخلص المواد اللي تستحقها سوناتراك باش تستخرج البترول. يعني عائدات الجزائر في البترول نعم 25 مليار، بصح واش يدخل للدوله؟ ماشي 25 مليار. هنا نشوفوا نسبة صادرات المنتوجات الزراعية ما بين 1968 و 2017. نشوفوا أن كنا أحسن حال في 1969 مثلا، 20% من صادرات الجزائر في 1969 كانت من منتوجات زراعية 20%. حتى تنزل في 2017 إلى أقل من 1. يعني النسبة تاع الصادرات تاع المنتوجات الزراعية في مجموع صادرات الجزائر من بترول وغاز إلى آخره ما يتعداش 1%. هذا يبين مرة أخرى أن الزراعة في الجزائر ما تجيب والو تقريبا للجزائريين. 400 مليون دولار كما قلنا في 2013، ما يتعداش 300 مليون دولار في 2017. ومرة أخرى يعاود يكرر يقول لك عائدات الزراعة تجيب لك 25 مليار، ما تجيبش 25 مليار، تجيب على أحسن تقدير 300 مليون دولار في السنة. وهنا عاود هذا تبون يقول لك غادي نخفضوا تأثير الجباية المحروقات في الميزانية الإجمالية للدولة. قال لك في غضون هكذا 2020-2021 توصل ل 20%، هكذا يعني يقول ها هكذا 2020 بالك 2021 ايوا هذوك الصحفيين معاك يطأطئون رؤوسهم، نعم سيد الرئيس اخرط واش نقولوا لك؟ حنا نقولوا لك لا ندينا للحبس. ايوا هذاك الصحفي يقول له بصح هذا تحدي كبير، ما قدرش يقبضها، ما قدرش قال له تحدي كبير. ايه قالوا علاه المجاهدين ماشي تحدي كبير. واش جاب الله يرحم باباكم الاقتصاد وتاثير الميزانيه تاع الجبايه تاع المحروقات في الميزانيه الاجماليه تاع الجزائر؟ واش دخلها مع المجاهدين؟ مي واحد الرداء، مي سيغراف رئيسكم ما هكذا، مي كما قال لك بالفرنسيه كاس كنا فيه بون ديو، واش درنا روح ربي سبحانه باش جينا واحد من هاد بهاد الرداء؟ كاتاستروف صح. هيا قلت والله ندير ما هو وزن الجبايه المحروقات في ميزانيه الدوله من 2014 الى 2015. نصلح واحد الخطأ. هيا الله نشوفوا سيتبون تأثير الجباية تاع المحروقات على الميزانية في الدولة.
في 2014 الجبايه تاع المحروقات لا فيسكاليتي بيتروليير هي 37% من ميزانيه الدوله. 2015 36.8%. في 2016 35.4%. في 2017 تزيد الى 39%. في 2018 41%. في 2019 40% من الجباية الإجمالية للدولة الجزائرية تجي من جباية البترول من المحروقات. وفي 2020 على حسب راهم يقولوا على كل حال 34%. يعني ما عدا تقريبا 2020 رحنا في منحة تصاعدي تقريبا 39 41 40. وهذا تبون بغى يفهمنا باللي في غضون 2020 يعني في 6 شهور غادي هذه تهبط ل 20%. كيفاش؟ قال لك شو هذا، هذاك هو التحدي اللي داروا حتى حنا نديروا هذا التحدي. ما كان خطه عمل، ما كان استراتيجيه، ما كان والله كان حتى كنت خطه عمل كما قلتها في بدايه الفيديو، والله كان ما يكونش فيه تغيير جذري لهذا المنظومه الفاسده في الجزائر لن تقلع الجزائر. لان اذا عندك رئيس يخلط بين، تقدر تغلط بصح غلط من قبل، غلط قال عائدات على المنتوجات الزراعيه 25 مليار، من المفروض انه المساعد ديالو ولا بصح لا نشوفوها انه يعتمد هذاك الخطا، يعني راه يكذب. يعني وزير ولا رئيس ما يعرفش بين العائدات والمنتوج، هذا بغى يخرج الجزائر من الغرقه اللي راها فيها، هذا راه بغى يرجع التاثير تاع الجبايه البتروليه ل 20% في غضون 6 اشهر. بون بالك في 2021 هي وكيفاش. يعني ناس يعني ببلدان كبرى باش تحقق لك يعني نقطه 1% ولا 2% يعرق باش يلقاها، يعرق. هذا باغي يفوت من 40% ل 20% في غضون 6 اشهر. كيفاش؟ ما على بالناش. تحدي تاع الشهداء وعلاه هذوك نتقساو الشهداء كيفاش داروا. يعني رداء ليس لها مثيل. انا قلت معليش نتبعوه في هذا المنطق. قلت السؤال اللي طرحت لنفسي، قلت صح حب يخفض الجبايه تاع البترول في الميزانيه الاجماليه للجزائر. عنده حلين، الحل الاول يكون فيه اقلاع اقتصادي غير مسبوق وما كان دوله في العالم اللي حقاته، واما يزيد في الضرائب العاديه وهي لامبو على لي ار جي تي في ا، لامبو تاع لي سوسيتي الى اخره. ما كاش ماشي اللي نشوف حل اخر باش تخفض وزن الجبايه تاع البترول من 40% تقريبا، نقولوا سيدي معليش 35% الى 20% بلا هذا الحلين. اما كما قلت تزيد في الجبايه العاديه لي ار جي يعني لي زامبو تاع الناس، لي زامبو انديريكت يعني كوتيزاسيون فونسيير كوتيزاسيون دابيتاسيون تاكس دابيتاسيون، ولا لا فيسكاليتي دونتربريز الجبايه تاع الشركات تزيد في التي في تزيد في الاي بي اس. يعني كامل هذه الزيادات غادي تضر بالجزائري. قلت معليش نتبعوا في هذا الطرح نزيدوا نشوفوا الكذب هذا. اولا قبل ما نوصلوا للجواب لهذا السؤال، كيف تتقسم الجبايه في الجزائر؟ اولا عندك الايرادات الجبائيه 48% هي كل ما هو لامبوس تاع لي ار جي لي بي اس تي في ا الى اخره. الايرادات البتروليه 35% كما قلت سابقا،
الإيرادات العادية 3.3، والإيرادات الأخرى هي مصنفينها في الإيرادات الأخرى، ما على بالناش، عييت ما نشوف واش هي الإيرادات الأخرى، ما عرفت واش هي الإيرادات الأخرى، ما عليناش. يعني الحل كما قلت الوحيد هو أنه يزيد في الإيرادات الجبائية، لأنها هي اللي تمثل الحصة الكبرى في ميزانية الدولة. كما قلت باش يوصل لهذا الهدف، قلت لك خاص النمو تاع الاقتصاد الجزائري خاصه ينمو على الاقل ب 50%، على الاقل ب 50%، يعني باش تجيب 40% من الجبايه، لانه خاص باش توصل 20% من الجبايه البتروليه، خاصك كما قلت تزيد في الجبايه العاديه، وهذه خاصها تزيد ب 40%، يعني على الاقل خاص النمو الاقتصادي يكون ب 40 ولا 50%، على الاقل ب 40 ولا 50%. هل هذا ممكن؟ هل الجزائر في غضون 6 شهور القادمه او في 18 شهر اللي راهم ماجين، باسكو هو قال 2020 ولا 2021، هل يمكن للجزائر ان تحقق نمو اقتصادي ب 40 ولا ب 50%؟ هنا نشوفوا النمو الاقتصادي ما بين 1980 و 2021، نشوفوا ان الجزائر عمرها ولا تعدات نمو يفوت 8%. النمو الاكبر اللي كان هو في 2003 لما كان ارتفاع للبترول، كان 7 تقريبا%. ما كانش في تاريخ الجزائر، تاريخ الجزائر من 1980 الى 1920 ارتفاع ب 40%، حدها 7%، وخاصة لما نعرف ان الجائحة تاع الكورونا سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد الجزائري. وهنا الـIMF البنك الدولي يترقب ان النمو الاقتصادي في الجزائر سوف فيه يكون ركود، ماشي حتى ارتفاع، ناقص 5.4%، ويزيد تقريبا 1.6% في 2021. إذن هذا الحل مش ممكن، ما كاش دولة في العالم من اللي الاقتصاد راه موجود والإحصائيات موجودة ارتفع النمو تاعها الاقتصادي ب 40%، ما كانش. الصين اللي كانت كما قال لك ترتق البلافون كانت توصل 16-17%، ما كانش اقتصاد يرتفع ب 40%، وخاصة في هذا المناخ الاقتصادي اللي رحنا عايشين فيه في ظل هذا الكوفيد 19. إذن الحل الثاني كما قلت هو انه يرتفع الجبايه العاديه. وشحال خاصها ترتفع؟ خاصها ترتفع من 3046 مليار دينار جزائري الى 4303 مليار دينار جزائري، اي ب 41%، باش الجباية البترولية تنخفض في ميزانية الدولة من 38 ولا 35% إلى 20%، خاص الجباية العادية ترتفع إلى 4303 مليار دينار جزائري، أي 41%. يعني ثم تخيلوا أنه في 2020 ولا 21 الضرائب تاعكم يزيدوا ب 41%. هذا هو الحل الثاني وما كاش حل ثالث، لا ارى حل ثالث، بالك راني غلط، ما نعرف، ما نشوفش حل ثالث. اذا الحل الاول نقصه تماما، انه النمو الاقتصاد الجزائري في غضون 18 شهر يزيد ب 50% من المستحيلات السبع.
الحل الثاني يزيدوا في الضرائب على الشعب الجزائري، الشعب الجزائري اللي للتذكير راه عايش محنة كبيرة، وخاصة منذ مارس 2020. تزيد عليهم الضرائب، هذا يعني ما سي سويسيدير. سما انت راك باغي الشعب يخرج، راك باغي الفوضى انت تعم في البلد، انه الضرائب تزيد ب 41%. فبالتالي من المستحيلات السبع، من المستحيلات السبع. اذا يعني قصينا هذا الحل، هذا انه يتم تخفيض الجبايه البتروليه الى 20% من الميزانيه الاجماليه للجزائر، من المستحيلات السبع. وتشوفوا يعني 2020 2021 يتبجح يقول عندنا 60 مليار. هاد 60 مليار ما انخفضتش خلاص من 2019، وهو يقول 60 مليار، وعلى بالنا باللي الجزائر عندها عجز تجاري، وعلى بالنا بالجزائر عندها ان بالونس تاع لي بيمون نيجاتيف، يعني خاصها توزع الارباح للشركات الاجنبيه، والارباح تاع 2019 يتوزعوا في 2020. كامل هذا الشيء و 60 مليار قعدت كمارها. ويزيد يقول لك في مقال، الرئيس تبون يؤكد توفر الامكانيات الماليه لتسجيل خطه اعاده بناء الاقتصاد الجزائري. انا هنا كما قال لك مخي حبس. هذا تبون اللي كان مع هذا النظام تاع العصابات، هذا المجرمين، هذا الفساد، المفسدين، ما عرفوش ما داروش ب 1000 مليار، باغي يديروا ب 60 مليار. 60 مليار يعني قلنا باللي ماشي 60 مليار، ولكن معليش نسلم انها 60 مليار. واش ما داروش ب 1000 مليار غادي يديروا ب 60 مليار؟ اما لا ديجا بدي بالشعب اللي راه يموت بالجوع. يعني هل معقول كنت هدرت في اللايف اللي من قبل على نسبه النفقات على الكوفيد، رحنا من اضعف الدول 0.29 من الناتج القومي، وراه عاد يهضر على 10,000 دينار. وهذاك اللي يخدم في القطاع الخاص، وهذاك الناس اللي كانوا يخدموا عندهم طابله باش يبيعوا ماشي راهم يقدروا يبيعوا، هذوك من مارس ما عندهمش خلصه. كان من المفروض اقتصاديا كما قال لك باش تحتفظ على الاستهلاك، كان خاصك تصرف من 60 مليار وتعطيها للشعب الجزائري. اذا حبيت انت الناس تاكل من المنتوج الجزائري، والناس خاصك تمد لها دراهم. الناس ما بقاش عندها دراهم، من مارس ما عندهاش راتب، ما عندهاش دخل. ويقول لك ايه البيروقراطيه، احنا اللي مدينا لهم 10,000. البيروقراطيه انت، هو انت تمثل البيروقراطيه من 68 وانت في هذا البيروقراطيه الجزائريه، وتلوم البيروقراطيه. انت من جيت منها البيروقراطيه انت جيت من منظومه الفساد اللي تكلم عليه يحيى، اللي انت كنت وزير تاع السكن، وعلى بالنا وزير تاع الوزير السكن كان من اكبر المستفيدين من هاد المداخل تاع البترول، بنيتو ملايين تاع السكنات. ولا ملف فساد نفتح في السكنات، ولا ملف، لانه علاش كان تبون كان وزير تاع السكن. علاش ما حليتوش ملف تاع اللي انت راك تهضر على الاخلاقات ومحاربه الفساد؟ حلوا ملف تاع الخليفه، حل ملف تاع الفساد في السكن، ملايير بددت في السكن، ومشي حتى سكن ما با اونورم، اللي غير تحت الشتر البلافون تاعو يدخل عليه الماء، بلا ما نهضر على ليزولاسيون تيرميك اللي هاد السكنات
تستهلك من الغاز والكهرباء شيء فظيع. الآن الناس راهم نتكلموا على سكنات انرجي بوزيتيف، يعني ساكن هو اللي يولد الكهرباء، هو اللي يبيع للشركات، للشركات تاع الكهرباء. تلقاه عنده سيتينا تاع الماء تسخن، الماء هيدروثيرميك، عندك لي بانو سولير، عندك الحيوط ما دايرينهم انيزولاسيون افيك دو بوليستيرين ولا الى اخره الى اخره. الباتيمون ما تقريبا ما يستهلك والو من الطاقه. وجيت تهضرنا على الفساد والبيروقراطيه وانت راك خارج منها، وجيت تهضر لنا باللي انت غادي تبني جزائر جديد. كيفاش نبنيو جزائر جديده بالقش القديم وانت راك من القش القديم؟ ولهذا كل هاد الخطابات الرنانه وهذا كل شيء اكاذيب. لن تقلع بالاقتصاد الجزائري، لن تقلع بالجزائر مادام انت ماشي شرعي، ما انتخبش عليك الشعب، والشعب اللي على باله باللي السنوات المقبله سوف تكون صعبه، سوف تكون صعبه، واللي على باله باللي الشعب الجزائري خاصو يدير تضحيات، بصح ما يديرش تضحيات مع منظومه فاسده كما تاعكم، منظومه تاع الحنوشه والبوليس. اخويا سبحان الله، على مكتوب تاع فيسبوك الوكيل الجمهوريه يطلب 10 سنين، واش هذه بلاد هذه؟ واش هذه بلاد؟ لما حتى نشوفوا يعني كيفاش هذا الكوفيد، كيفاش راهم يستعملوا فيه كورقة ضغط باش يخوفوا الناس. الوغ كو هي من الشيء بسيط. الان في الكوفيد خاصك لا بافيت، خاصك الكول ايدرو الكوليك، وخاصك التباعد الاجتماعي. هذا واش كاين؟ كنت نهضر مع واحد الاخ من تيميمسان، واحد الفضاعة عندك المارشي كوفير، يعني السوق الكوفير اللي خلاته فرنسا. على كل حال، ولا واحد داير الماسك، وهكذا الاقتصاد. بصح الحوانات اللي مدورين به تاع الخواص مغلوقين. قال لي لي بوس كاع الناس اللي خارجين ما عندهمش بافيت، كاع كي الريسيفور كي الشوفور دو بوس، وعلى واحد عنده الاخر. البوليس وما عندوش لا بافيت، ما عندهمش الليثان، ويحصل لك في الشعب. يعني تسيير كارثي من الف للياء، ويزيد حبي يحصلها في الشعب، والله ما تحشم. ويجي من بعد يقول لك احسن منظومه في افريقيا. قلت والله العظيم لا نشوف هذه احسن منظومه. كيفاش؟ اعتمدت على ثلاث نقاط. اولا نسبه النفقات من الناتج القومي، شحال من عدد السرائر، يعني شحال من لي دوبيتو باغ ميل ابيتون، وشحال من عدد الدكاتره، وخصصها غير افريقيا. قال افريقيا، قلت والله معليش جو غوليف لو ديفي، نرفع التحدي. اما لنشوفوا الكذب الاخر، نبداو بالناتج القومي، عفوا سوف نغير المنظور. في البلدان اللي راكم تشوفوهم بالازرق هم البلدان اللي عندهم الدخل متوسط وعالي، هنا بالاخضر العالي جدا، احنا داخلين في العالي والمتوسط. نشوفوا ان مثلا افريقيا الجنوبيه تخصص 8.2% من الناتج القومي ل health expenditure، يعني نفقات الصحه. ناميبيا 8.9%، يعني اذا خدنا هاد البلدان اللي عندها دخل متوسط، الجزائر الثالثه. المعيار الاخر هنا World Health Organization، يعني هما الدوله هي اللي تمد الارقام، ماشي احنا نمدوا. ما تقولوش بلي رشاد.
هنا medical doctors per 10,000 population، يعني شحال كاين من طبيب ل 10,000 مواطن. هنا نشوفوا ان ليبيا عندها 20 طبيب ل 10,000 مواطن، الجزائر 17. يعني بهذا المنظور الجزائر ماشي الاحسن، ليبيا هو الاحسن. من المنظور الاخر، عفوا، عدد السرائر، نشوف ان ليبيا عندها 3.7 سرير لألف مواطن، الجزائر 1.9. كنت تكلمت عليها في حصة فاتت. هنا افريقيا الجنوبية مش نعرف لا تظهر لكم 2.8، وهنا غانا 6.3%. يعني مش نعرف ماش من الأرقام اللي يعتمد عليها هذا تبون باش يقول باللي الجزائر أحسن منظومة صحة في إفريقيا، لا من عدد السرائر، لا من عدد الأطباء، لا من نسبة النفقات من الناتج القومي ترجع تجعلنا من الأوائل. ما كانش. ومرات أخرى يكذبوا على الناس، كما قال لك كذب بواح، وحاسبين الناس مش نعرف أنا، ما حاسبيننا مهاب، ما حاسبيننا مش نعرف حمير، ما نعرفو نقراو، ما نعرفو. ما خاصكش تكون اقتصادي ولا. انا شخصيا الناس يقولوا لي انت اقتصادي، انا ماشي اقتصادي. نعم قريت اقتصاد في الجامعه، ولكن خديت منحه اخر هو الخبير في المحاسبه وايضا في التدريس. ما نخدمش في الاقتصاد، يعني ما نقدرش نقول على نفسي اقتصادي ولا خبير في الاقتصاد، ولكن هذه ارقام على متناول الجميع، كل واحد يقدر يروح يشوفها، اما على في البنك الدولي ولا في صفحات اخرى تقدر تشوف هذا. كما قلت الOMS World Health Organization، يعني كامل في متناول الجميع. نشوفوا بلي غير واحد يفتش، يعني نشوفوا بلي كذب في كذب، كذب في كذب. فالخلاصة هذا تبون على بالو بلي البلاد راح رايها للواد، على بالو كامل المؤشرات في الأحمر، وراه يزيد يكذب على الناس ويعاود يقول لك على لي ستارت اب. أنا كنت هدرت تانيك على لي ستارت اب، ما على بالوش بلي واحد من 10 من لي ستارت اب ينجحوا. ويعني حتى وكان نقولوا ينجحوا، مش نعرف أنا هاد لي ستارت اب كيفاش يكون عندك أن دي بي انترنت من أسوأ في العالم، سرعة الانترنت من أسوأ في العالم، حنا اظن حنا في المرتبة 178، وبغى يدير بيمون اون لين والى اخره، وانت ما تقدرش دير فيديو، ما تقدرش تشوفها. مرة اخرى يعني والله العظيم البلاد هذه تشف، والله تشف. الموضوع الاخير هو الحاجة اللي على كل حال اللي تغيط هو هذا الشعب اللي راه يعاني، يعاني الامرين، يعاني شح الموارد. كاين اللي الناس ما عندهمش دخل، كاين الناس لهم يطلبوا، كاين بعض الاخوه كانوا يكلموني حتى لي زاغريسيون زادت، الناس ما بقاتش واش راه ما لقاتش واش راه تاكل. وهذا تبون راه غادي يهضرنا على الدستور ويهضرنا على الجزائر موجوده غير في عقله هو، ما كايناش هاد الجزائر اللي راه يهضر عليها، ما كايناش، لانه هاد الناس عمرهم ولا خدموا، عمرهم ولا خدموا. والفو العائدات تاع البترول تدخل، عمرهم ولا خدموا. يقول لك هكذا من 38 الى 20% هكذا 2020 2021، وكان خدم عليها يعرف باللي من المستحيلات السبع. الشعب هو اللي يغيط، ولهذا هذا النظام لازم يروح. هذا النظام البوليسي، هذا النظام تاع اللي جابوا العسكر، هذا الرئيس المزور، هذا لازم يروح. راهم داين لبلاد الهويه، ونبقى حنا في خطابنا تاع حركه رشاد هو تغيير جذري ولا عنفي للنظام.
ما ندخلش انا في هذا الفيديو حول الحملات الشرسه اللي على رشاد، اللي يقول لك ارهابيه، واللي يقول لك اسلاميه، واللي يقول لك زوافيه، واللي يقول لك لائكيه، واللي يقول لك ماسونيه، ما على بالناش، ما انا ما فهمتش وين رحنا، واللي يقول لك مدعم على قمطر وتركيا. ما انا مازال مش لي فيرمو حقيقه. كما قال لك واحد راه عاد يخدم بعض المرات 13 14 ساعه باش يخدم على، كما قال لك، على ولادو. انا مازال مش لي فيرمو، مازال مش شفتهمش، وحتى لو كنشوفهم نعاود نرجح. على كل حال موقفنا واضح، اننا حركه وطنيه جزائريه ترفض اي تدخل خارجي، ونرفض اي اموال من اي دوله كانت. الاموال اللي تمول الحركه هي مواطنين جزائريين، وما ندخلش في هذا كما قلت في هذه التصنيفات تاع هذا الاسلامي الارهابي. حركة رشاد ثابتة في استراتيجيتها، ثابتة في مواقفها، مواقفها ما تغيروش من 2007، ومواقفنا نفسها عكس بعض الناس اللي كنا حاسبينهم بالمعارضة، والآن راهم لقاو رسامهم يديروا نفس خطاب تاع الدولة البوليسية. احنا خطابنا ما تغيرش، نريد تغيير جذري ولا عنفي. وهذوك الناس اللي يتهمونا بالإرهاب، شيء مضحك حقيقة، شيء مضحك. أو اللي يتهمك بالإسلامي، احنا ما عندناش إشكال، احنا ما عندناش إشكال يتهمونا باش واحد بيتو إسلامي ولا لائكي ولا زوافي ولا سمينا واش حبينا. احنا هذه الاستراتيجية معروفة، تكسير الحراك، تكسير الحراك. داروها في مصر، داروها في سوريا، داروها في الأردن، داروها في اليمن، داروها في السعودية. كل معارض حر صادق له مصداقية يحبوا يضربوه، والحمد لله لدينا مصداقية. وبعض المرات مش حتى احنا اللي ندخلوا، الناس تلقاهم يدافعوا علينا، لأنهم يعرفوا شكون الحر، يعرفوا أن رشاد من 2007 هي حركة لا عنفية، وأنها تريد التغيير الجذري للنظام، وأنها تريد دولة القانون، احترام الحريات الجماعية والفردية، وإقامة دولة مدنية ماشي عسكرية. هذه هي استراتيجيتنا، وما غاديش نضيعوا بزاف وقتنا للرد لهذه التهم الواهية، التهم الباطلة. الحمد لله تاريخنا أعطانا الحق في اختيارنا لاستراتيجية لا عنف. فذاك الوقت واحد ما كان يأمن بها، يقول لك كيفاش حنا الجزائريين نديروا تغيير لا عنفي. الحمد لله الحراك كان لا عنفي موحد، كان الإسلامي وكان اللائكي وكان كل الأطياف المجتمع اجتمعت على شيء واحد، وهو الإطاحة بدولة البوليس، وهي الطلب بإقامة دولة القانون ودولة العدل ودولة اجتماعية. علاش توحد الجزائريين؟ هذا هو اللي يوحد الجزائريين، ونحن متخلطون مع مطالب الشعب الجزائري، ولا ننتبه لكل هذه الهجمات. قولوا واش حبيتوا، طريقنا نتمشيو فيه. وهذا اللي داروا في مصر ولا في بلدان اخرى اللي تتهجموا على المعارضة، مقاومين بالاحرى، لان المعارضة في الجزائر للأسف قليلة، إن لم نقل منعدمة تقريبا، إلا القليل. استراتيجيتنا وطريقنا واضح، وهو دولة مدنية مش عسكرية. دولة مدنية مش عسكرية، أكررها، نريد دولة مدنية وليست عسكرية، ونريد تغييرا جذريا للنظام بطرق لا عنفية. من بعد قولوا واش حبيتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.